استضافت وزارة الداخلية براعمة وشباب منطقة بشير الخير بالإسكندرية وأسرهم بنادي الشرطة لقضاء يوم ترفيهي ورياضي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة الفئات وخاصة قاطني المناطق الحضرية الجديدة. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده. لا يمكن طول ما انا موجود مكاني ده والله لا اسيب الناس كده ابدا. هي بعيالينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجه والفرحه عليهم وغيرنا حياتهم وحياه ابنائهم. هي بدايه لينا، هي بدايه جديده، حياه لينا، حياه كريمه، مصر جديده بينا، اجيال والخير مالينا، حلم وشفنا بعينينا وبكره طالع بين ايدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشائر الخير دي حققت لنا كل احلامنا. حياتي فرقت كتير. المكان الجديد ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه حقق لنا امنياتنا. مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي، ولسه اكيد من احلى لاحلى. البشائر مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم، في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. بشائر جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية. وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل، ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية. الوقت ونفضل نكبر ونعيش ونشوف حياة كريمة رسمت طريق حقيقة. هي بداية لينا. فرحانة قوي عشان كنت ما كنتش احلم ان انا اجي المكان ده هوت، وهم جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سلة وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهاردة مع الضباط وضباطات الشرطة. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. أول مرة نعمل كده أصلا في حياتنا. الشكر مش كفاية للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده، من أول بشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه،
شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطني المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بنجيدي. أيوة شكراً مش كفاية، جيت هنا اتبسطت جداً، وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أكي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جداً. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكراً قوي، شكراً على الفرصة اللي اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. وبشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بنجيدي. أيوة شكراً مش كفاية، شكراً مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، وكرهناكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. يوم ترفيهي ورياضي كبير أقامته وزارة الداخلية لقاطني منطقة بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات والتي تحرص الدولة على إقامتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.